ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده هنلعب معاكم تحدي الكرات، تبقى 3 جولات، كل جوله لك 5 محاولات. خليكم معايا. بعد الجوله الاولى تعالوا بصوا احنا حطينا الخط فين. عملنا خط هنا والباسكت اهي، اللي هيحط فيها اللي هيبدا يحدف فيها. انت اللي تبدا الاول يا احمد. ماشي خلاص. ماشي، خلي احمد هو اللي يبدا الاول. هنا؟ استنى اما اقولك ابدأ تبدأ. امسك الكورة دي واحدة، خلي الباسكت اللي فيها الكور جنبك، خليها زي ما هي. اول ما اقولك ابدأ تبدأ، حط رجلك على الخط ولازم يقصد في قلب الباسكت اللي محطوطة دي. يلا يا احمد ابدأ. ها احدف احدف يلا. اول كرة غلط، اول كرة كده انت خسران. يلا هو ليك 5 محاولات. دي تاني كورة. سمي. بص عشان ما سميتش، عشان ما قلتش بسم الله، هات واحدة غيرها. ماشي يلا يلا. هي وقع واحدة ودي التانية. ها دي المحاولة الرابعة. بس سيبها. دي المحاولة الأخيرة، دي 5 كور أنت هتحذفها. يلا حاول تقصد كده على الباسكت يعني. بص عشان سميت كده يا جماعة. أحمد 2 من 5، يعني غلط في 3 وقع منه وهو كسب 2. يلا بقى يلا يا جن، انت التانية شيل الباسكت دي. يا احمد تعالينا على الخط، تعالي على الخط اللي هو الاسود ده، احنا عاملين خط كده. اما اقولك ابدأ تبدأ. ماشي جن كده يا جماعة، ايه واقفة على الخط، ما تغشيش يا جن. اما اقولك ابدأ تبدأ. ابدأ. شاطرة، برافو عليك يا جن. ادي اول كورة. يلا 2 3 ما جاتش. 4 ما جاتش. اخر محاولة لك يا جن، دي اخر محاولة. نفس احمد جابت 2 وقعت 3. يبقى كده في الجولة الأولى يا جماعة هما الاتنين تعادل. لموا بقى الكور دي عشان نبدأ الجولة التانية. الجولة التانية هيبقى من أبعد. لم يا احمد الكور دي وحطها. شاطرين، برافو عليكم. بصوا بقى الجولة الأولى كانت من الخط الأولاني ده زي ما احنا شايفين. طب هات. بصوا لما الجولة التانية هيبقى من آخر السجادة، شايفة الآخر ده هو ده الخط بالنسبة لك، فاهم يا أحمد؟ اه. تعالى كده بقى شوية، تعالى كده شوية. هتعرف تقصد من هنا؟ ده في الجولة الأولى أنتوا أصلا خسرتوا وأنتوا قدام، أمال بقى لما تروحوا لورا هتبقوا عاملين إزاي؟ استنى استنى، ما أقول ابدأ تبدأ. استنى استنى. بس سيبه كده كويس، كده كويس. 2 3 ابدا. يلا التاني. لا خد 3. ايه ما جاتش. الا احنا طبنا هرسي. تعالي احذف احذف. يلا دي الرابعة. ايه يلا خد الخمسة، خد الخمسة. ها بسم الله. سمي انت بتحدفها فين؟ ما جاتش. خلاص كده، خلاص كده كسب. كام واحدة؟ كام واحدة في قلبه؟ واحدة بس كده يا جماعة. احمد في الجولة التانية وقع 4 وحط واحدة بس في الباسكت. شيلها بقى، شيلها شيلها ولم الكورة اللي هناك دي. انت اللي عليك الدور، مستعدة؟ تعالى يا احمد بس، خلاص دورك خلص بقى خلاص. يلا سمي سمي. أول واحدة دي، أول واحدة. ماشي تاني واحدة جري، دي تالت واحدة. برافو عليك. ها الرابعة دي اخر واحدة. يلا يا جنة دي اخر واحدة بالنسبة لي. اوه خسرت صح، انتوا الاتنين زي بعض. بص جنة برضو يا جماعة اهو في الجولة التانية 1 وخسرت 4، يعني متساويين في الجولة التانية، تعادل. الجولة الأولى تعادل والجولة التانية تعادل. تعالوا بقى نعمل الجولة بقى التالتة، هتبقى صعبة شوية. ايوه شايف الخط ده يا احمد؟ بص الخط ده، الخط ده اللي قبل السجادة هتقف عليه. ماشي استنى بقى، استنى اقول ابدأ تبدأ. 2 3 ابدأ. ما جاتش. ده هتيجي في الكام؟ 2 ما جاتش. ده جت في الكاميرا. واحدة. لا يا جماعة لازم اقف هنا. اقف اقف. دي الرابعة. سمي 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 بالراحة بالراحة.
صفر. الجولة الثالثة صفر. هذه الجولة الثالثة بالنسبة لجنة. يلا ابدأي سمي. ما جاتش. دي تاني كورة. ما جاتش. ها. دي تالت كورة. برضو ما جاتش. ما جاتش. دي الرابعة. فضلك واحدة. ما جاتش. كده جنة يا جماعة ما كسبتش ولا واحدة. يبقى احمد هو اللي كسبان في الجولة الاخير. انت اللي كسبت يا عم اهو. انت اللي كسبت. ما كسبتش. ده انا ناسية. ده الجولة دي انت الجولة التالتة يا جماعة. احمد ما احرزت اي هدف خالص. وجنة كمان. وجنة كمان ما احرزتش اي هدف خالص. يبقى كده تعالوا هنعيد من الاول. بس هتبقى اصعب. بصوا الباسكت دي صعب ان الواحد يعني يحط فيها الهدف. فهنجربها. هنحطها بدل الباسكت اللي هي هناك دي. بدل الباسكت. بديلها جنة. ايوه حط الباسكت ده هناك وحط ده هنا. يمكن تعرفوا تقولوا يلا صعب الهدف من الاول. اصبر بس على رزقك كده. بابا بيقول لك احذفها من تحت لفوق. يمكن ربنا ينفخ في صورتك وتجيبها. وسمي وقول بسم الله اهو. يلا واحد اتنين تلاته. لا ده جابها فيا انا. دي ويا اول واحده. ايوه على الخط. ترجع ورا سن. ادي اتنين. ما جاتش. تلاتة. ما جاتش برضه. اتبقى لي واحدة. دي كام؟ الرابعة. الرابعة؟ شاطر برافو عليك. فاضل لك واحدة. خمسة. شاطر برافو. كده يا جماعة احمد احرز اتنين ووقع تلاتة على الارض. خلاص شيلهم بقى. دورك يا جنة. الجولة التانية. يلا يا جنة. واحد اتنين تلاته. شاطره برافو عليك. بص يا هتكسبك شكلك كده. تلاته. ما جاتش. اربعه. شاطره. خمسه. شاطره. المهم ان هي كسبت الجوله الاولى يا جماعه. جنة جابت تلاته واحمد جاب اتنين صح؟ انت كنت جايب اتنين ولا واحد؟ اتنين. اتنين. يبقى هي الكسبانه كده في الجوله الاولى. يلا انت بقى روح عند الخط الاخير ده. ايوه كده. التانية. يلا احمد واحد اتنين تلاتة. اول كورة. تاني كورة. ما جاتش. ها. ولا واحدة. دي كده اربعة. دي اللي في ايدك الرابعة. ده انت معرف كده ليه؟ احذف جامد. انت مش عارف لا ابعد. ابعد ورا. ابعد ورا. ده مش الخط. ده مش الخط. ده اخر السجادة. اخر السجادة. عشان بتغش. بص بقى. زيرو. احمد كده زيرو. احمد زيرو. يلا يا جنة. لم الكور بتاعتك اللي على الارض. استنى يا جنة. استنى عشان ما يتكعبلوش او يتلغوتوا في بعض. شيليه. شيلهم. ايوه حطهم هنا. يلا يا احمد حطهم. برافو عليك شاطر. حطهم في الباسكت. يلا يا جن. واحد اتنين تلاته. يلا يا جن. ما جاتش. واحد. ادي اتنين. تلاته. ولا واحده. اخص عليك يا جن. اخص عليك والله. اربعه. خمسة. يا نهار ابيض. صفر برضه. انت صفر واحمد صفر. يا جماعة اخر جولة. هو لحد دلوقتي جنة كسبت واحد. واحد صفر. ماشي. ازاي ده انا ما قدمتش هدف. لا جابت هدف ثلاث اهداف وانت كنت جايب اتنين. هي سابقاك بواحد بس. فدي اخر جولة. لو محدش كسب فيكم يبقى جنة كسبت بقى خلاص. وكده تمام. علشان بقى ما نطولش عليكم الفيديو يا جماعة. استنى يا احمد. استنى اول ما اقول لك ابدأ تبدأ. واحد اتنين تلاتة. ابدأ. احمد على فكرة احنا مش من هنا. الخط ده. على الخط اللي جنة واقفة عند واحد. احذف جامد. بسم الله. اتنين. ما جاتش. بسم الله. تلاتة. ما جاتش. ها. اربعة. هارد لك. خد. فاضلك واحدة. من على الخط. بسم الله. من على الخط. من ورا. من على الخط. بص عشان غشيت. يلا جنة اللي على الدور. يلا يا جنة. اوه
وجت فيها ووقعت. واحد ادي اتنين ولا هدف، ما جتش برضه. تلاتة اربعة خمسة، انتوا خايبين والله العظيم. انا كسبانة لحد دلوقتي يا جماعة، جانا هي الكسبانة وبواحد، يعني متقدمة عن احمد بواحد بس. يا جماعة زي ما قلنا لكم مين اللي فاز، جنة اللي فازت بفرق هدف واحد بس، واحمد هو اللي خسر، وجنة هتتحكم في مش هتتحكم، هتفكر له في عقاب. خليكم معانا الحلقة الجاية، جنة هتفكر في عقاب لاحمد، وهنصورها لكم الحلقة الجاية. لو عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وباي.